ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض قرنبيط. قرنبيط كتير جدا في السوق ورخيص، مش الحمد لله مش غالي، هو يعني سنة عن السنة اللي فاتت، بس الحمد لله حلو. اول حاجة هنعملها هناخد القرنبيطة بتاعتنا نمسكها نغسلها، وبعدين نقطعها قطع كبيرة كده، لازم تكون كبيرة كده عشان ما تتهريش مننا في المية. هنروح بقى دلوقتي على البوتاجاز، احنا حاطين الميه بتغلي، هوريكم نحط فيها ايه وبعدين نحط فيها القرنبيط. اول حاجه الميه بتاعتنا خلاص غليت زي ما احنا شايفين كده، معلش البخار بقى والتليفون. هنحط اول حاجه، هحط ملح كده، شويه من الفلفل الاسمر، وهناخد كمان شوية من الكمون. يبقى احنا حطينا ايه في المية؟ ملح وفلفل وكمون. وهاجي اعمل ايه بقى؟ هروح واخدة هقلب بقى كده كله مع بعضه قبل ما احط القرنبيط بتاعنا. هحط القرنبيط، واول ما المية تغلي نحسب 10 دقايق بالظبط، ما تخلوهوش يستوي للاخر، ما تخلوهوش يستوي للاخر، نطلعه بعد 10 دقايق بالظبط. زي ما احنا شايفين كده هغطي عليه واسيبه يغلي، احسب له بالظبط 10 دقايق. على ما ال10 دقايق يعدوا تعالوا نشوف هنعمل ازاي الخلطه بتاعته. كده عدت ال10 دقايق خلاص اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده المصفى جنبي اهي، ابتدي اطلع بقى اهي 10 دقايق بالظبط ونشيله. هنشيله نوديه فين؟ هنشيله وانزله تحت ميه ساقعه. ليه؟ لان انت كده هو استوى. انت عينتيه من الميه المغليه، بس برضو بيكمل سواه وهو جوه، وهو مع بعضه وهو سخن كده، بتحس برضو ان هو بيستوي شويه، بيبقى متفاعل لسه. فانت بتعملي ايه؟ خلاص كده انا صفيته، هحطه بقى تحت الميه الساقعه، واكون انا محوشه ميه ساقعه من الثلاجه، هحطها عليه، وهحط كمان تحت الحنفيه على بال ما يصفي. هنعمل مع بعض بقى الايه؟ الخلطه. احنا كده هنعمل ايه؟ هنعمل خلطتين، خلطه اللي هي بالبيضه وفي خلطه ناشفه. هركن دي على جنب دلوقتي وهبتدي معاكم الخلطه ديت. اول حاجه انا عندي هنا كده، هجيب كده حاجه اوسع بيها. اول حاجه هوسع كده اهو، وابتدي اكسر البيضة بتاعتي في النص اهي. حتى قشر البيض بقى ضعيف جدا جدا، كل حاجة ضعفت. عندي هنا البيضة، هحط عليها شوية من الكمون، شوية من الكمون، وهحط شوية من الفلفل، شوية من الفلفل الأسمر، وهحط شوية من البابريكا اهو، مش كتير قوي، وهحط شوية من الكزبرة، شوية من الكزبرة الناشفة اهي. انا طبعا المفروض بحط كزبرة خضراء، بس انا بصراحة ما عنديش، فحطيت بقى ايه الكزبره الناشفه، بيتحط معاها كزبره خضراء برضو، بس انا حطيت كزبره ناشفه لان ما عنديش فعلا كزبره خضراء، لان كنت ضفتها معاها كمان. هناخد شويه من الكركم كده، واللي هو اهم حاجه بقى اللي هو البيكنج باودر، لازم نحط شويه من البيكنج باودر، شويه من البيكنج باودر اهو، نص معلقه بس كده، نص معلقه. مفيش بيكنج باودر، ممكن نحط ايه اللي هي الكربونات الصوديوم، اللي هي الكربونات يعني.
وهقلب كل ده مع بعض كده. اعمل البيضه كده اهو، الاول. وعندي كمان حاجه، معانا بقى كوبايه من الميه، هناخد منها حبه بس، ادي نصها كده ونجرب. ارب البيضه كده الاول بس شويه، وكل الحاجات بقى مع بعض. احنا عايزينه ولا رقيق ولا خفيف ولا تخين. بصوا شايفين البيكنج باودر بيفور مع البيضه ازاي ومع بقيه التوابل؟ تخيلوه بقى جوه القرنبيط نفسه. احنا كده قلبنا الخليط ده. بصوا انا مش هقدر اتحكم فيه، في حاجه بقى مهمه جدا ودي اهم حاجه، هحط معلقتين كبار من النشا. ادي معلقه وادي معلقه، معلقتين من النشا مهمين جدا للقرمشه اهي. اهم حاجه انك ما تخليش في الخلطه دي حاجه تكون مكلكعه خالص اهي. انا كده بصوا بقى سمكها قد ايه اهي، بصوا حلو قوي. يعني لما تيجي تدهني حته القرنبيط تعمل معاكي تنزل منها كده، ما تبقاش مكلكع، لان كل ما كانت تخينه كل ما القرنبيط شرب منك زيت. تمام كده، دي الخلطه الاولانيه، نركنها كده على جنب ونجيب الخلطه الثانيه اهي. الخلطه الثانيه بقى ودي مهمه جدا، هحط فيها برضو معلقه ومعلقه كمان بس مش مليانين قوي من النشا اهمت. هحط برضو حاجه بسيطه جدا جدا من الكركم اللي هي التغطيه الاخرانيه دي، حاجه بسيطه قوي. وبرضو حاجه بسيطه جدا من الفلفل الاسود او من الكمون الاول اهو، كمون شويه من الفلفل الاسمر، يعني بنحيقها يعني. تمام، عشان ما تبقاش الايه الحاجه اللي عندنا ما تكونش دلعه. هاخد كمان شويه صغيره جدا من الملح عشان التانيه دي حيقه، وهناخد شويه صغيره برضو من الكزبره اهي. لازم كل الحاجات بتاعتنا تبقى حيه، بس دي بتاخد كميات اقل شويه. ناقص عندي ايه؟ ناقص عندي برضو البيكنج باودر. برضو البيكنج باودر حبه اهو. تمام كده، هعمل ايه بقى؟ هقلب كل الحاجات دي كلها كده مع بعض، تتقلب كويس قوي. وهقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي. اهي لازم النشا وكل التوابل تتقلب مع بعضها كويس قوي، عشان كل حته في حبه في الدقيق يكون معاهم نشا. تمام كده، كده خلاص التتبيله الثانيه خلصت. تيجي بقى نركن على جنب كده الاثنين، ونجيب بقى ايه الحاج قرنبيط ونشوفه هنعمل فيه ايه. اول حاجه هاخد القرنبيط بتاعي زي ما احنا شايفينه كده اهو، باخد الحاجه اللي هنا كده اقشرها، كان في حته حاجه بقشر. بصوا ماسك نفسه ازاي، لان لسه هيستوي في الزيت، فما نروحش احنا كمان نسلقه جامد لدرجه ان هو يتهري اهو. انا هقشر دي كده وهقطعه وهظبطه وهوريكم احنا هنعمل ايه. بصوا بقى هنتبل الحاجات الحلوه دي ازاي. ادي عندي القرنبيط اهو، وادي الخلطه الطريه، وادي الخلطه الناشفه. تمام، هعمل ايه؟ هاخد اول واحده كده زي ما انتوا شايفين كده، احطها هنا اهو، اتبلها خالص خالص، واجي بقى كده اخد كده احطها في الدقيقه الناشفه واتبلها كويس قوي كويس قوي عشان تبقى مقرمشه اهي. بصوا، واجي كده كمان من كل ناحيه، ما خليش حته ما فيهاش دقيق اهي.
بصوا جواها وبراها وكل حاجة اهي. واخد كده واخد غيرها نفس الحكاية اهي. لازم تشرب كويس قوي بره وجوه وكل حاجة اهي. واخد كده حطي في الدقيق، هنتبلها كده اهو زي ما احنا شايفين كده كلها كلها اهي، ما نخليش ولا حتة فيها ما فيهاش دقيق. بصوا وهركنها، هي هتشرب الدقيق لوحدها، يعني مش هتقولي مثلا هتحرق لك الزيت، لا 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 لا، ولا تحرق زيت ولا اي حاجة اهي، هسيبها هتشرب. بصوا اللي احنا عملناها في الاول ابتدت تشرب الدقيق بتاعها، شايفين اهي. هكمل بقى الكمية بتاعتي وبعدين نروح على البوتاجاز. خلاص سخن، هادي اول حتة، بس لسه الزيت مسخنش قوي، استنى عليه شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، كده الزيت سخن اهو، ابتدي احط الباقي بقى زي ما احنا شايفين كده. ان شاء الله ان شاء الله هتشوفوه تلاقوه بيقرمش وتحفه تحفه. بصوا على الناحيه الثانيه اهوت كده، زي ما انتوا شايفين كده بصوا بقى كده، بصوا بصوا بقى الشكل والجمال بقى، هو نفسه وانا بطلعه. بصوا سامعين سامعين الصوت، شايفين اللون؟ بصوا الصوت بتاعه، هحط معاكم شوية كمان. هحمر بقى معاكم دولت وهحمر الكمية بتاعتي ووريكم كله كله. بصوا بصوا المنظر تحفة ازاي، بصوا بصوا اللون والجمال والتحميص. سامعين؟ هخلص ان شاء الله ووريه لكم بعد ما اخلصه بقى. وده كده يا جماعة شكل الارنبيط بتاعنا بعد ما استوى، زي ما انتوا شايفين تحفة في لونه، تحفة في شكله، تحفة في طعمه، ناشف مقرمش مقرمش، مش قادرة اقول لكم ازاي، بس عشان انا ماسكة التليفون بايدي لان النور قطع وانا خرجت في مكان المطبخ غير المطبخ خالص بصور. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. واحب اقول لكم ايه، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق. ودي كانت الاكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في اكلة جديدة بطريقة جديدة وفيديو جديد، ويا رب اكون خفيفة عليكم ويكون الفيديو كمان خفيف عليكم. اقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.